كم أعزائي المشاهدين، ودينا ماشيين في شوارع القاهرة في انتظار آه تعالى ده شكله عرباوي بقى ده ولا إيه؟ سوق جملة تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا غلا. يا حبيبي أهلا وسهلا. أستاذن حضراتكم، أنا هحكي معك في شغلة، يا ريت تسمعني. أستاذنك خير، كله خير إن شاء الله. أنا يوتيوبر خليجي معروف، اسمي عدنان مخلوف. أبي أسوي معك حلقة، عندي فيديو نقدمه عندي للجمهور عندي على القناة حقي. تمام. وأنت كل فيديو دمه خفيف، أنا هصور، أنت حضرتك هتقول معايا إفيت نكتات قفشة مصرية جميلة. تمام. كل قفشة تقولها أو نكتة حضرتك بتاخذ عليها مني هدية متواضعة 200 جنيه. 200 جنيه في النكتة؟ النكتة الواحدة ب 200 جنيه. تمام. بس يكون دمها خفيف. تمام. هذا الشرط. تمام. ماشي. انا هقول 3 2 1 اكشن. اعزائي المشاهدين اهلا بكم، تدخل معايا يعني حقيقي بنصور اوكي لايف. هذا لايف حقي في القناه حقي هذا. اوكي بسم الله، هذا نقوله واحنا ماشيين بالسياره. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، يا هلا وغلا فيكم من قلب القاهره الكبرى. معايا المصري ابو دم خفيف، الاستاذ الرائع، الفنان الكوميديان ابو دم خفيف، يقول نكت ومشهور بالنكت والافيهات والقفشات واي حاجه اخرها @@.com. بام بام با. ودلوقتي اعزائي المشاهدين وهالحين يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي خذوا مني هذه المفاجاه. بوم. مره واحد سعيد ركب القطر فضل يقول لك كل سنه الله، انا عايز انزل الحته الفلانيه. قال له انا حته فلانيه؟ قال له الحته الفلانيه اللي انت عارفها. قال له لا والله، اركب القطر اللي بعده. نزل القطر اللي بعده، قال له الحته الفلانيه فين؟ قال له ورا. ركب اللي بعده، قال له ورا. قال له اه. ستوب ستوب ستوب، اسف اعزائي المشاهدين، لحظه واحده. اسف. ايش هذا يا اخي؟ ايه يا حبيبي؟ ايش هذا؟ انت ايش دمك تقيل يا اخي؟ ليه يا عم انت مش فين يا اخي القفشات؟ فين النكت يا اخي؟ يا عم استنى يا ابني استنى. انت ايه يا عم؟ انت هتوصلنا ولا يا اخي؟ يا اخي انا عايز نكتة، عايز الحلقه سخنه عندي، عايز قفشات، عايز افيهات مصريه. يقولون المصريين دمهم خفيف يا اخي. ايش هذا؟ ما شوف ما تشوف، شوف حيويتي انا وانا اتكلم مع الفولورز حقي. وصلنا ولا هتقول لنا قولوا نكت؟ ايش تاخذ 200 جنيه يا اخي في النكته؟ يا عم مش عايز 200 يا عم، الله يسلمك. تاخذ 200 جنيه في النكته انت يا عم؟ مش بتاع نكت يا اخي. ثواني يا بس يا اسكت يا ثواني اسكت. ادينا سكت. ليش تزعق؟ ليش انت ليش علي صوتك؟ يا عم انت هتوصلنا ولا نكت؟ اضبط وضعك، اضبط وضعك، اضبط انت وضعك، اضبط وضعك. الله انت شغال ايه يا عم؟ شغال ايه؟ اضبط وضعك بفلوس يا اخي انت. يا عم فلوسك ايه يا عم؟ فلوسك يا عم. ايش هذا الكلام؟ تعبيط ولا ايه؟ قول نكتة يا اخي. ما بنقولش نكت يا عم. يا اخي عيب واحد. يلا يا عم توكل على الله امشي. طب سوي سوي توكل على الله. ادخل لايف ادخل لايف. السلام عليكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى، ومعانا المصري ابو دم خفيف. يقولون ان هو اشهر كوميديان مصري عنهم. يا فشيخ والله العظيم. اسمع معي، قول نكت، قول نكت، يلا قول نكت، قول نكت، يلا توكل على الله يا عم الحاج. قول نكتة، قول نكتة يا اخي، قول نكتة يا ابني. يا عم توكل على الله. ايش هتفلس مني وهتزعل؟ طب قول نكتة، قول نكتة زي ما انتم شايفين. هذا هو المصري الخفيف. قول يلا. هزعلك. ايش هذا؟ قول نكتة. طيب هزعلك. مالك انت ليش بتتكلم كذا انت؟ توكل على الله عشان انا متوكل على الله. ما توكل عليك انت بالفلوس يا عم. فلوسك يا عم بوف يا عم. ايش هذا؟ ايش ليش اصبر يا فلوس يا عم بالحق انت؟ انت مصري انت يا عم ولع لك. انت جمبازي شكلك. انت عبيط ولا ايه؟ اوكي اديني فلوس. انت جمبازي والله. يا جدع هتخلينا اضرابك. انت شقري، انت شقري. هتخلينا اضرابك. ما تقدر. ما تضبط وضعك. تتعاطى نعول انت؟ تتعاطى نعول؟ اتوكل على الله. اضبط وضعك. اقسم بالله ولا تقدر. لا تقدر، اقسم بالله السفارة تضمنك. بس ايش هذا الكلام انت؟ كلم مين يا مع مين؟ كلم مع مين؟ ايش هذا؟ اتكل على الله. اسكت واخرس انت. ماشي ماشي، انتم بتتكاثرون علي. تتكاثرون ثواني لحظه واحده ولا ايه؟ تتكاثرون تعبين. تتكاثرون تتكاثرون لحظه واحده حبيبي. يلا يا عم امشي يا عم الله يكرمك. ثواني، انا يا جوج وما جوج ياكلوك والله العظيم، يشربوا من دمك. انت ضيف عندنا برضه. انت غلبان مصري غلبان، امسك سجاير وما سجاير. ما تقدر تعمل شيء. والله ما تقدر، والله ما تقدر تعمل شيء. يا استاذ بقول لك اتكل على الله. ما في مش اتكل على الله، هيجون الرجاله بتاعتك. تعال يا جوجو ماجوج، انتوا فين يا جوجو؟ رجالة ايه يا انت؟ تعرف الحين والله تعرفه. رجالة ايه؟ هياكلوك هياكلوك. مصري جبان غلبان تلفان ولهان ضيعان. توكل على الله. طيب عشان ما توكل عليك. ما توكل عليك. تمام يا حبيبي. انا الحين تعرف. تعال يا جوجو. يلا يا عم. ياكلونك. يشربونك يابا. تعالوا تعالوا شوف هذا. تعالوا
ضغطين عليهم كلوهم. انت انزل معاك بس 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 والله بس 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 والله العظيم لو قلت انت كنت معانا النهارده في كريزي تاكس. استاذ عمرو وابنه عبد الله كانوا معانا النهارده في كريزي تاكس يا جماعه. و المصريين يا جماعه، المصريين احنا بتوع الكريزي.